طب حضرتك كانت ليك علاقات في فترة تواجدك بالخارج، وبرضو لما رجعت مصر فضلت مستمرة، زي مثلا علاقتك بأنتوني كوين. كلمني عنها دي، برضو أحب إن الشباب يعرفوا. أنتوني كوين اتعرفنا على بعض أثناء تصوير لورنس العربي. الحقيقة هو راجل إنساني جدا وطيب جدا وذكي جدا وموهوب جدا، ومعرفش ليه حصل تفاهم بين بعض، لدرجة إنه ما انساش إنه بعد لورنس، طبعا الشغلانة بتاعتنا فيها أيام أب وداون، وبعدين كانت مرحلة في فرنسا صعبة جدا وما كانش عندي يعني شغل، فقال لي أنا همثل في فيلم في إيطاليا اللي هو فيلم زيارة السيدة العجوز، هبعت لك تذكرة عشان تيجي تشترك في الفيلم. وفعلا بعت لي تذكرة وقابلت مدير الإنتاج اللي كان فرنسي الأصل، وقال لي عايز إيه؟ قلت له معرفش، أنتوني كوين قال لي إنه في، قال لي مفيش أدوار ليك، لأن الأدوار أدوار كبيرة في السن ومفيش دور ليك، أنت محتاج تشتغل ولا عاوز تمثل؟ قلت له أنا محتاج أشتغل. قال لي طيب ممكن نشوف لك بقى فرع في الفيلم تشترك فيه، تحب تبقى مساعد مخرج؟ طبعا قلت ايوه، وخدوني كمساعد مخرج. وانتوني كوين كان بيثق فيا جدا، لان مثلا هو دايما كان يشوف الراشز بتاعت الاعمال يوميا. قال لي انا مسافر، انا بيتي بعيد عن القاهره، عن روما، كانت في روما، فانت تروح بدالي في الـ في الـ في المونتاج وتشوف الشغل. في المونتاج الرشز اللي هي المشاهد انا كنت المساعد اللي السادس، لان كان في مساعد، المخرج كان الماني، كان عنده مساعد اول ومساعد ثاني الماني، وبما ان الفيلم كان في ايطاليا كان في مساعد اول ايطالي ومساعد ثاني ايطالي، وانا خدوني كمساعد عشان خدوني كالسادس بعمل الاعمال الضعيفه البسيطه قوي يعني. بس هو اداني اهميه كبيره جدا لان كان بيثق فيا، فكل يوم هو يمشي يروح وهم يروحوا في النجوم والمخرج والمنتج زانيوك وانجريد بيرمان والمخرج ومعرفش، يستنوني لما اخلص الاعمال اللي بعملها وباجي جري يقولوا اه وصل، نبدا بقى. وبعد العرض كانوا بيبصوا لي عشان اذا كان اقول المشهد ده لازم يتعاد ان شاء الله، تبنوا الديكور من جديد، كانوا خايفين مني. لانه عندك الكلمه انك تقول لا ده ده بايظ وهيصدقك. هو كان بيثق فيا، شويه بشويه الممثلين التانيين كمان وثقوا فيا. لدرجه انه فعلا المخرج كمان كان يعرفني، كان ممثل وكان بيحبني برضه بيعتبرني. لدرجه انه لما رحنا في باريس بعد كوين قال لي الفيلم الجاي انا عاوز، كنت عاوز ادي لك دور فيه لكن الدور اتذاع، فممكن تيجي تشتغل كمساعد مخرج. قلت له حاضر مشوف. قال لي تبقى تشوف المنتج الفلاني. انا وقتها كنت مخطوب ومراتي كانت بتشتغل في الانتاج السينمائي، فقالت لي انت بتكسب كام؟ قلت لها والله الاجر بتاعي كذا. قالت لي ده اجر اجر مساعد مخرج اول. ده طبعا شكرا لانتوني كوين. فلما رحت اشوف بقى المنتج اللي قال لي عليه،
قال لي ها طلباتك. بيجزلك. قلت له والله انا في عملي الاخير خدت كذا. يا ولد. قال لي شوف احنا مش محتاجينك وعندنا اللي احنا عايزينه، عشان خاطر كوين بنسمعك، يا تاخد الاجر ده يا اوكي. قلت له متشكر جدا مش هاخد الاجر ده وسبته. يا ولد كبرت بقى و انتوني كوين. قال لي رحت شفت الراجل. قلت له اه شفته طبعا. وبعدين رفضت. قال لي قلت له عشان جالي دور مهم جدا في المسرح و هنروح فيه في البلاد، الجولات كبيره جدا. قال لي بيدفعوك كام؟ انا بقى خبطت بالدولارات. قال لي قد كده؟ طبعا ما كانش قد كده. قال لي اه طبعا فاهمك، لكن عمري ما نسيت الخدمه اللي عملها انتوني كوين. دانس. Did you say dance? Come on, my boy. Together. Let's go. Hop. Again. Whoop. Now. Yasu le vende. Boss, I have so much to tell you. I never loved a man more than you. نص مكسيكي، نص هندي، كله أمريكاني، مش مهم. المهم إنه ممثل حقيقي معجون بمية التمثيل. مشخصاتي أصلي في زمن كانت الوسامة هي مفتاح النجاح، لكنه أصر على إن الموهبة هي مفتاح كل النجاح. It's a coin of the Caesars, dated, minted in Libya. You will also find Greek, Turkish, Phoenician coins. All over Libya you find them, buried in our sand. Yes, I had forgotten. أنتوني كوين ممثل من العيار التقيل، ممكن تختلف معاه بس ما تقدرش تكرهه، لأنه في النهاية ممثل بجد. In Hollywood, the winner is Anthony Quinn for Lust for Life. Ladies and gentlemen, needless to say, I'm deeply moved. At the risk of being misunderstood, I want to humbly say to my fellow nominees that acting has never been a matter of competition to me. وبعدين لما كنا بنمثل في كان في روما في فيلم زيارة السيدة العجوز. زيارة السيدة العجوز. توفى رئيس الجمهورية كندي وكان صديق أنتوني كوين جدا. فطبعا كان هو عنده مشهد مهم جدا هيمثله. فالمخرج جاني وقال لي خليك على جنب معاه عشان عنده مشهد مهم جدا لازم يمثله، بعد كده أقول له اللي أنت عايزه. يعني احجب عنه خبر موت كندي لحد ما يخلص المشهد. فهو نزل لما جه وقته نزلنا في البلاتو وسمع بقى العمال بيقولوا كينيدي كينيدي. قال لي ايه جرى؟ قلت له اتجرح. هو مثل الدور وطلع من هنا. قال لي مات مش كده؟ قلت له دخل في اوضته وقفل على نفسه.
المخرج خبط عليه ما رضيش يفتح، انجريت برمن خبطت عليه ما رضي كلهم. بعدين انا قالوا لي طب خبط انت نشوف، خبطت عليه قال لي جميل اخ انت ممكن تدخل. ودخلت بعدين قال لي عندك عربيتك؟ قلت له اه. توصلني للبيت؟ قلت له اه طبعا. فنزل في العربيه بتاعتي وبكى على كتفي. فحسيت انه بقيت عنده صديق غالي، بقيت غالي عنده، بقيت غالي عنه. وطبعا ده طبعا خلاني اتاثر كثيرا وطول عمري ما انساش الموقف ده وما انساهوش، لانه هو انسان عظيم وحساس وطيب. جون كينيدي مش مجرد رقم في لستة رؤساء أمريكا، ومش هو الشخص الحالم اللي اتقتل علشان كان هيغير الكون. كينيدي سياسي أمريكي آمن بتوجهات بلده، شاف العالم من نظارة حكومته. I am talking about genuine peace, the kind of peace that makes life on earth worth living, the kind that enables men and nations to grow and to hope and build a better life for their children. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Terror is not a new weapon. Throughout history, it has been used by those who could not prevail, either by persuasion or example. But inevitably, they fail, either because men are not afraid to die for a life worth living. حاول بس يعدل زاوية الرؤية، ويوم ما حاول كانت دي نهايته. ازاي ما اشتغلتش معاه في عمر المختار؟ لان ده كان قبل، كان قبل زياره عمر المختار، كان قبل سنه 60. مش كان دي مات؟ كان قبل لورنس، قبل لورنس. بس حضرتك عملت حاجه فويس اوفر او حاجه في عمر المختار؟ بالنسخه الفرنسيه. عملت دوبلاج، عملت الدوبلاج المصري العربي. في زمن كانت الحكومات فيه بتدعم صناعة السينما، ليبيا صنعت فيلم عن بطل نضالها ضد الطلاينة، عمر المختار. هؤلاء الثلاثة الذين هناك؟ الاثنان في الخلف ذلك الجرو الصغير بالتأكيد. جميل راتب كان حاضر بصوته في النسخة المدبلجة بالعربية. استطلع الناحية الأخرى. يأتي سيدي، أخيرا حصلناهم حيث نريدهم. مكشوفين في العراء، لنضربهم. عليهم أفندي، أفندي. أفنوهم. ملازم واحد وسيارة واحدة، هذا كل ما تبقى من فرقة مقاتلة. الأسد الشيخ
السلام عليكم. نعم سيدي. ويمكن كمان هتسمع عمر الحريري وحمدي غيث وغيرهم، بس رنت صوت جميل راتب مع شخصية توميلي هتفضل بترن في ودنك. في هذه المستعمرة إن حكم المحكمة عليك الإعدام شنقا في مكان عام، سوف يتم تنفيذه الآن.